انت وصيف برنامج من اجلك من اجل فتره الاجازه. الحقيقه الاجازه الصيفيه احنا بنحاول ان احنا نستغلها دايما بان احنا بنروح المصايف. المصايف دي ما بتحتاجش الاكل الدسم والاكل الكتير اللي احنا بنصطحبه معانا في البلاجات. يعني المفروض ان احنا بناخد الحاجات البسيطه زي كفته مثلا. كفته من الاكلات المحببه للاطفال والكبار، والحقيقه بتبقى خفيفه وممكن احنا بنحطها في الساندوتشات وما بتحتاجش ان احنا تحضير كبير يعني بالنسبه لها. هنشوف مع بعض طريقه كفته جديده هتقدمها لنا السيده ربحه اباظه. مقاديرها نص كيلو لحمه، 3 عيش كايزر. احنا بناكل الفته اللي تعودنا ناكلها بالشوربه. طريقه عمل الشمسيه الاستاذ عادل عبد الرحمن المدرس المساعد بكليه التربيه الفنيه. هنشوف مع بعض ازاي ممكن نعمل المظله او الشمسيه، وفي من المظلات او الشمسيات انواع كتيره، بعضها معدن وبعضها خشبي. اللي احنا هنعمله النهارده اخترنا نوع من الانواع المبسطه لكن بيحتاج الى بعض الوحدات الجاهزه. هنستعرض مع بعض نشوف جزء جزء المكونات بتاعتها، وبعدين نبدا نشوف الخطوات ازاي ممكن ان احنا نشتري الوحدات ونجمعها وحده وحده. احنا عندنا دوت الجزء العلوي اللي بيركب على العمود الخشبي، وطبعا فيه الشمسيه بتتكون من جزئين، جزء خشبي وجزء خاص بالمظله العلويه. الترس دوت بنجمع عليه قطع البامبو، طبعا هي بتتكون من عدد معين من قطع البامبو، طول القطعة حوالي 90 سنتي، والقطعة ديت بتتحرك على أعمدة. بنجمع الأعمدة وبنجمع قطع البامبو عند ترسين، ترس علوي وترس سفلي، بحيث ان هو يسمح لي بعملية الحركة. فعندنا ده الترس العلوي اللي هنجمع فيه قطع البامبو من خلال الوحدات ديت الصغيرة دي بنسميها بالبلة. بنجمع فيها وحدات البامبو العشرة، وبعدين بنجمعهم عند الترس دوت بسلك رباط عادي، بنبتدي نجمعهم اي سلك وبعدين بنربطهم مع بعض. وبنجمع في الجزء السفلي، الجزء دوت بيمثل المكنة اللي بتحرك الشمسية بتفتحها وبتقفلها. بنبتدي نثبت عنده قطعة المعدن، وهنشرح برضو حاجة حاجة مكونة ازاي. يبقى ده الجزء العلوي اللي بنجمع عليه البلابل اللي فوق، وده الجزء السفلي اللي بيمثل المكنة، وديت البلبلة اللي بنحط فيها قطع البامبو، او اذا كنا ممكن نستبدلها بالمعدن او باي نوع من الخشب. المهم ان يكون فيه درجة مرونة معينة تسمح بعملية الثانية عشان ما يتكسرش. والجزء دوت بيمثل الغطاء في النهاية، فوق بيتحط فوق الشمسية وبيتثبت بمسمار. اما الجزئين دولت فهم بيمثلوا الوصلة بين القطعتين. العمود الخشب طبعا مكون من قطعتين، هو طوله الكلي حوالي 2.5 متر، الجزء اللي فوق بيبقى حوالي 1.5 متر، والجزء اللي تحت 1 متر. فعشان نوصلهم ببعض بنوصلهم بطريقتين. الطريقة الأولى إن احنا بنحط الوصلة المعدن ديت، والطريقة الثانية إن احنا بنحط وصلة لكن بتكون فيها قابلة لعملية الحركة، هي عبارة عن وصلتين في بعض وفيهم ترس ممكن إن هم يتحركوا، وده طبعا بيسمح بان الشمسيه تغير اتجاه المظله بتاعتها، بتغير اتجاهها وبتيجي ناحيه الشمس، فبتسمح لي بعمليه التظليل زي ما انا عايز. اما الجزء المعدن الاخير الجاهز فهو عباره عن جزء معدني، ممكن ان انا اجيب ماسوره المونيا وممكن ان انا اطبقها عشان اركبه في اسفل العمود او القائم اللي بيحمل المظله، وبقدر اثبته في الرمل او في الارض. وبنشوف هنا القائم الخشبي، قلنا انه مكون من قطعتين، القطعة العلوية بيبقى طولها حوالي 1.5 متر، والقطعة السفلية طولها 1 متر. بنلاحظ هنا ان في القطعة العلوية بيبقى فيه عندنا تجويف طوله حوالي 25 سنتي، بعد 25 سنتي من الجزء العلوي، يعني هي وضعها هيبقى بالشكل ده. بدأ ارتفاعه 25 سنتي، وبنعمقه على قد ما نقدر عشان بيتركب فيه سوستة سلك، حتة عبارة عن حتة سلك صلب هنعملها، هنشوف هنعملها ازاي دلوقتي. وبنركبها بنثبتها هنا بحيث ان هي تحرك، تسمح بتحريك المكنة بتاعتنا لفوق وما ترجعش تاني.
تقوم تفرد الشمسية وهنشوف الكلام دوت بالتفصيل. فاضل عندنا الجزء اللي هو المظلة القماش، طبعا بنجيب لها نوع القماش طبعا ما هوش يعني ضروري ان يكون تقيل قوي، لان طبعا مش هنقعد عليها ولا حاجه، فممكن يبقى قماش خفيف. بنختار النوع اللي يعجبنا والالوان اللي تعجبنا، وبنجيب منها حوالي 3 متر ونص من المساحات العريضه، زائد ان احنا بنستخدم في الاخر اي كلفه او حليه عشان نضيف لمسه جماليه في الاخر للشمسيه، بنحطها حوالين داير في الاطار الخارجي، وبنستعين ببعض الادوات زي الشاكوش والكماشه والزراديه ومجموعه من المسامير وقطع من السلك والصنفره. وهنشوف دلوقتي قطعه قطعه ازاي بنبدا نكونها لحد ما نجمع الشكل النهائي للشمسيه. اول خطوه بنعملها بنبدا نجيب قطعه الخرزان او البامبو اللي قلنا طولها 90 سنتي، وبعدين بنبدا نركبها مع قطعه من المعدن طولها 45 سنتي، يعني نص المسافه بالظبط. بتبقى عباره عن سيخ حديد فيه ثقب من ناحيه، وهنا مشقوق زي لسان وفيه ثقبين عشان نقدر نحطه حوالين قطعه البامبو. وبعدين بنستخدم قطعه صغيره من المعدن عشان الثقوب اللي هنا ما توسعش اثناء الحركه، لان هتبقى فيه هنا حركه محوريه للبامبو عشان تسمح بعمليه الفتح والقفل. هنجيب قطعه من المعدن، ممكن قطعه صفيح او اي حاجه ملهاش لازمه، ونبدا نلفها كويس على قطعه البامبو عند المنتصف بالظبط، يعني عند مسافه حوالي 45 سنتي. وبعدين هنجيب الجزء الحديد ونبدا نركبه بالشكل ده. وهنجيب مسمار ونثبت الجزء دوت، نثبته كويس قوي. هنشوف قطعة البامبو هنثبت فيها البلبلة اللي هنقدر نعمل بيها عملية التجميع. احنا هنا ثبتنا قطعة البامبو وبدأت تتحرك حركة محورية. هنجيب البلبلة ونبدأ نركبها فوق، وبعدين فيها ثقب. بنجيب بعد كده مسمار وبندقه هنا، بنثبتها في قطعة البامبو، وبتبقى كلهم في الآخر بالشكل ده. بعد كده بنجمع كل قطع البامبو اللي عندنا بقطعة من سلك الرباط، قطعة من المعدن، ببتدي ألضمهم كلهم مع بعض. وطبعا بيكون الجزء المعدن دوت بيكون للداخل، لأنه هو اللي هيعمل عملية فتح وقفل المظلة. ببتدي أجمع. عشر قطع بامبو بالشكل دوت من خلال قطع الألمونيا. وبعدين بنجمع الجزء المعدني برضو بقطع اخرى من السلك من اسفل بالشكل ده. بعد ما جمعنا الجزء العلوي الجزء السفلي، هنبدأ نجمع كل مجموعة منهم على الترس بتاعها. عندنا دلوقتي دوت الترس العلوي بيبقى عبارة عن فيه 10 فراغات على قد العشر قطع بامبو والعشر اجزاء اللي احنا هنركبهم هنا، وفي فراغ هنا داخلي بيحط جواه السلك الرباط اللي احنا بنربط بيه. وبعدين هنبتدي نجمعها واحده واحده بالشكل ده، كل واحده تدخل في الفراغ. ونلف السلك واحنا شغالين كده. بعد ما بنجمع الجزء العلوي بالشكل دوت، بنربط السلك كويس، وبعدين بنشيل الزيادة. وبنفس الطريقة بنعمل الجزء السفلي اللي هو عبارة عن الأدرعة المعدن ديت. ببتدي أجمعها في الجزء الألمونيا دوت، المعدن ده اللي اتكلمنا عليه قبل كده، وابتدي أجمعه كله بالسلك العشر أجزاء، وبعد كده بربطه كويس
واشيل الزياده اللي انا مش هحتاجها. كده انا جمعت الجزء العلوي. نيجي بعد كده لقطعه الخشب اللي هي هتحمل الجزء دوت. زي ما اتفقنا قبل كده قلنا ان هي فيها فراغ طوله حوالي 25 سنتي بعد 25 سنتي من بدايه الخشب. الفراغ دوت بركب له سوسته بيكون شكلها بالشكل دوت، وطريقتها بسيطه قوي. ان انا بجيب اي قطعه من السلك وببتدي اشكلها بالشكل ده. بحيث ان هي بتمثل لي بعد كده السوستة اللي بتتركب هنا. بثبت الجزء دوت، بدقه هنا بثبته، وبعدين بحيث ان دي بتتحرك حركة زي السوستة، فبتمنع رجوع الجزء بتاع الشمسية السفلي بعد ما بتتفتح. بعد كده هنبتدي نركبها، نركب الجزء العلوي. طبعا هي دي السوستة، وبندق مسمار بالعرض عشان نمنع خروجها لبره. بعد كده ببتدي اركبها بالشكل ده. بعد كده الجزء القماش اللي هو بيمثل المظلة بيبقى عبارة عن بنعمل 10 مثلثات، القاعدة 55 سنتي وارتفاع الأضلاع المثلث حوالي متر عشان تدينا مسطح دائري 2 متر تقريبا. وبنبدأ نقطع المثلثات وبعدين نجمعها مع بعضها بالشكل دوت. بنجيب كل ضلعين، كل مثلثين مع بعض، وبنجيب كل ضلعين ونبتدي نخيطهم من الظهر، بنتنيهم ونخيطهم لحد ما بيتجمعوا العشر مثلثات على قد العشر قطع بامبو اللي اتكلمنا عليهم. بتكون النتيجة عندنا في الآخر العشر مثلثات بيتجمعوا من الداخل بالشكل دوت، بيدونا المساحة اللي احنا عايزينها. وبعدين بنضيف لها الحليات اللي احنا عايزينها، الشراشيب ديت، وبعدين بنعمل لها من الداخل عند كل خياطة بنعمل فيبيا على ارتفاع حوالي 10 سنتي عشان نحط جواها قطعة البوص او البامبو، فتسمح بعملية فتح وغلق الشمسية زي ما هنشوف دلوقتي. بنبدأ نركب الشمسية، نبدأ نركب المظلة القماش. وهنا بيبقى في مكان عشان اعرف النص بالظبط، وبعدين ابتدي امسك واحده واحده من قطع البامبو واركبها داخل الفيبيا بتاعتها بالشكل ده. بعد كده بركب دوت جزء علوي في فوق القماش عشان يثبت القماش، بركبه بدق عليه كويس، وبعدين بثبته برده بمسمار. بيبقى فيه ليه ثقب هنا، بثبته بمسمار. وبعد كده انا دلوقتي انتهيت من الجزء العلوي. بالنسبه للجزء الاسفل من القائم بيبقى قطعه برضو طولها متر، بنحط فيها في اسفل قطعه من المعدن بتسمح بعمليه التثبيت داخل الرمل. والجزء العلوي بيبقى عباره عن ماسوره اللي قلنا عليها في الاول، بركبها وبثبتها بالشكل دوت برضو بالمسمار، او بركب بدلها المكنه عشان تسمح لي بعمليه الحركه في اتجاه الشمس. وبعدين في الاخر بركب فيها الشمسيه طبعا وقت الحاجه. ممكن بقى ان انا احركها في اي اتجاه زي ما انا عايز. تكون دي النتيجة في الآخر. برج.
ضيوفنا اللي شاركونا البرنامج النهارده السيده ربحه عبازه والاستاذ عادل عبد الرحمن على الافكار اللي قدموها لنا النهارده، وبتمنى ان تكون ربه البيت استفادت فعلا من الافكار اللي قدمناها خلال فتره الصيف، واحنا في انتظار اي خطابات مع برنامج انت والصيف. وتعبئته الآلية الفريدة يحقق أدق